السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبيت سب جنباتا سرعتو جنا أن السنية ماسكة برزد يمليونال يزاريو ياربك أن ديسكورا جنارست سغانا ولو بتكبرو مسافو ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لعلو لعلماتو جيتا لالله يقبعو يعنك سواتر قوم لأنان تمك نفسو جاتو مستو جمادرقو وهم ودن نرسو تركو زند مفترو ومكاكلاتو فكرنا أزنت مادرقو أسدنا كي ملكتو جو أندونو بسي مستلميا سولو زبو جي تامراتو جالو مالتنو أقاري للو بجي الله بستكر ونأتي مجزوت اندل الله ما سكر الله نبياتنا محمد عليه الصلاة والسلام يسو ملك تنيا النابارية ومناتكم ما سكر الله جيتا يهوي يزنات مراتك يسلام النابركتك برساتكم وبيسبو جاتكم وبالدربو جاتكم الناس قالتك يا ما أبا ملكامو من قال لتك التلواتكم أولد كزين بما قتل فعند سوهيوات استيب يتسب هلو ناعون موان الله عز وجل تلالك تدلاوك تقدامينو الله سبحانه وتعالى إن تلالك وتعالى سولج مستتون تلالك وتكبرو قرآن اندي بمالا تغلص وتعالى اللهم كنفسو جاچو لنانت مستو جنا عدرق لنانتم كمستو جاچو واندج رجوچن يلج رجوچن عدرق اللاچو كملكام وچم سقا ستاچو تادا بوشت أعوت يامنا لنا الله سأقام نسو يكدع لنا يتسب يما برسب بوزار يدين الناتو مكلاك همشيقنو بمونم يسلمنا أمنات مواكرو تنكارانا يتساسر اندوان ليو تكرت يسات أوال يم كمن لاما برسبو مكاكل مفكاكرنا متزازن درقاقت اندوم بقلوم يبرسبو عبالات زندين النتنا مرقاقت اندي سفن بما سبنو يسلمنا أمنات يتدار يتدق عنا عندوان عند سوقية وتعقارون سمار تكفتن ياتنقاك اندادرق مكرون يلقسال بما براوينا بسن البناوي زرفوچم قل سبو كل بيت سبالا في النتمولو بوقات يالو مونو جيكاس فلاجي مونو نتاقمال نبياتشن صلى الله عليه وسلم انده لالو نانتا وطاتو چوي كنانتا مكاكل تدار لما يزبقاتي يالو ميستي أقبا ميستم أقبات عينن يالتبقى دنگر كمايت لما كالكل النابلت لما تبقى يقزالن تدار لما يزيق أميل اللو دقمو أسوسو منيسو سميتو لما كالاكل يقزالن يسلمنا أمنت هقوشن عم مرياوش لجوشن بقن منغد لما سادك كفتنيات كراتي ميسات بايمانو تاچو مابرا سباچو نا باگرا چو انصار جالبا چو انگدتا بمیگبا اندیاکو يمي استمر مونو ترگاگتوا يم لجوچ بولاجوچ لاي يتطالو ادراوچ بموناچو عمامتاونا مابرا وسيتوچن يا بوت فتننا تقامي لمدوچن لنسو وين بنسو منفس بماسرس تنكارا قم بيتسب لماواقر مسرت يونال الله سبحانه وتعالى هم قدائي بمتكترهم ترقوما يمتكترون اچوان كستقوما نانتا عمنا اچوين افسو اچاچون سبو اچاچونم قطاتا عاصو اچنا دنگاي كون اچي ساتي تبقو نبي اچنا عليه الصلاة والسلام من ديه لالو الله تباكين اولو اتفتوهم بمقبات ابقو اندوانا يستبقون اولو بارغتي تأيكال عند سو سلبين سبو مقوان يوانا يتأيقال عندما يتاوكو باندي ما برسف زر سيبج لعباتو جنا لو لاجوش بزي جالم مونا بمجو عالم لأين ما رفيا يخنا تعلاكو الله سبحانه وتعالى عندي هلال نزياجي تاچن وي كمستو تاچن ناكزرو تاچن لأينو تاچن مرقيال نياستن الله لم يفرو تمري عدرغن يميلو تناچو نبياتنا عليه الصلاة والسلام عندي هلالو يا آدم ليجي سموت كسوست نغروش بستكر ملا سراو بمودي قارتال كتاينت يالو مسوات ويم
بس سواتي ميتا كامو باتي وانا وك اتويم لسواتي ميادر كلاس عدي كليج بياتنا علي صلاه السلام كسواتي لبالاتو لبيتا سودة جونا سو ويم لبيتا سودة جونا سياتمون عرقاكتوال ديم بمالاتي جلسار كنانتا دقاتو نبياتنا علي صلاه السلام هم جوداي ديم بمالاتي جلسار كنانتا ደጋቹ ኩለቤት ሰቡ ደግ የሆነ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለቤት ሰቦቻቸው ከማንም የበለጠ እጅግ ደግ ነበሩ ምን ያማሩ ባል ምን ያማሩ አባትና ምን ያማሩ አያትም ነበሩ ለቤት ሰቦቻ ደግ ያልሆነ ሰው ከሱ ዘንድ በመሰረቱ ደግነት ሊኖር አይችልም ምስጋና ሁሉ ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው የሱ እዝነትና ሰላምም يا نبياتنا يا ملك تنجوش مدام ديما بمونوت ونبياتنا محمد عليه الصلاة والسلام ببيت سبوچاچو ناب بالدرو وچاچو ملا يورد يسلمنا أمنت هلوم بيت سب مسارتو فكرنا مكبابر اندوم يقارام التساس بونا ملكو يساننا يتسما ما خنون ديزلق كفتن ياتكورت يساتال يتكبرون قرآن ممرا مرسو سيتن يوند اگار يالا يميت اراتنا ሚስት የሚለው ቃል በቅዱስ ቁርአን ከቶ ያልተወሳ መሆኑን ሊገነዘብ ይችላል። ቅዱስ ቁርአን ወንዶችንና ሴቶችን መሰየሚያ በቃልና በቋንቋ አቻ አደረገው ከመካከላቸው ያለውን አቻነት ለመግለጽ ነው። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይህን ጉዳይ እንዲህ በማለት ገልጾታል። ነርሱ ለናንተ ልብሶቻችሁ ናቸው እናንተም ለነርሱ ልብሶች ናችሁ። ንዱምበሌላ አንቀጽ እንዲህ ይላል እነርሱም ለሴቶች የዚያን በርሱ ላይ ያለባቸው ንግዳጅ ብጤ በመልካም ማናኗር ከባሎቻቸው ላይ የመብታላቸው ንዱምበሌላ አንቀጽ ለወንዶች ከሰሩት ስራ እድላላቸው ለሴቶችም ከሰሩት ስራ እድላላቸው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመሰናበቻ አጅ ባደረጉት ሰፊ ዲስኩር እንዲህ ይላሉ ነው ከናንተ በርግጥ በሰቦች ወይንም ለሴቶች መብት አላችሁ እናንተም ከሴቶች ዘንድ መብት አላችሁ ከባልና ሚስት መካከል ያለው ግንኙነት ከማንኛውም መብትና የበላይነት ገጽታ ነጻ ሆኖ በፍቅር በመተዛዘንና በጋራ መብትና ግዴታ የተመሰረተ መሆን ይገባል የቤተሰብ ህይወት የብሪት የበላይነትና የጥቆና መንፈስ የተቀላቀለበት ከሆነ ዘላቂ ሊሆን አይችልም ዘላቂ የሚሆነው የመተሳሰብ የጋራ መከባበር ሲሰፍንበት ብቻ ነው ሁሉም ወገን ደስታን ለመፍጠር ጥረት ሲያደርግ እንዲሁም መከራዎችን በትግስት ለመቀበልና ተግዳሮችን ለመቋቋም ዝግጁ ሲሆን ነው አቡ ደርዳ የተባሉት የነብያችን ባልደረባ ባለቤታቸውን እንዲሏት ነበር ተቆጥተሽ ታይኝ ለማስደሰት ሞክሪ ተቆጥተሽ ሳይሽም ለማስደሰት ሞክራለሁ እንዲህ ባለ መልኩ ቤተሰብ ውጥረት የለለበት በደስታ የተሞላ ሆኖ ሲኖር በጣም ደስ ይላል በዚህም ጊዜ በዚህ ዓለም የውጭም የመጪውም ዓለም ደስታ ሆኖ ይሆናል ጌታችን ሆይ ከምስቶቻችንና ከሰሮቻችን ለኛ ላይኖቻችን መርጊያ ስጠን አላህን ለሚፈሩትም መሪ አድርገን አሚን